السلام عليكم. النهاردة بقى فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض ان شاء الله عن كبدة الفراخ، وهنتكلم فيه عن فوائدها. انا ان شاء الله هعملها النهاردة بأبسط طريقة. انا خدتها سلقة كده خفيفة قوي، يعني لمدة 2 دقايق بالظبط في النار مع شوية خل وملح، وصفيتها عشان بفتح لونها كده واي زفارة بتخلص منها. بس وهنا حاطة سمنة على معلقتين زيت كده، وهنزل بالكبدة بتاعتي. خلاص انا نزلتها هنا كلها في الطاسة بتاعتي اهي. فصلت بس الفيديو عشان الكرتشة بتبقى جامدة كده في الاول، عشان الطاسة كانت سخنة قوي. بس هو انا النهاردة مش جاية اشرح طريقتها على قد ما انا جاية اتكلم بس ان في اطفال كتيرة ما بتحبش الكبدة بتاعت الفراخ. انت بقى وشطارتك تقدري تعمليها باي طريقة، بحيث تجذبي مثلا ولادك ليها وياكلوها، لان فوائدها كتير قوي. انا دخلت على جوجل وعملت سيرش عن فوائد كبدة الفراخ، بصراحة فوائد كتيرة قوي، مليانة طبعا حديد، فحلوة جدا للاطفال اللي عندها فقر دم، اطفال او كبار، وفيها فوليك اسيد، واللي بيعزز طبعا فعالية كرات الدم الحمراء، وحاجات كتيرة بقى، والخلايا العصبية، ويعني فوائد كتيرة قوي. فانا صراحة جاية اتكلم عنها، ان انتي تعمليها بقى باشكال مختلفة. انتي ممكن تقطعيها وتعمليها زي الشاورما كده، وبصل وفلفل الوان وحاجات من دي، وتحطيها مثلا دلوقتي في سندوتشات، او تعمليها بالطريقه دي كده، احنا بنحبها هنا ناشفه شويه بس. وممكن تحطي عليها دبس الرمان، بيبقى حلو قوي مع كبده الفراخ، من الحاجات كده اللي بتديها مزازه وطعم حلو قوي. هحط عليها النهارده ان شاء الله. بس كده انا هقلبها كده على الناحيه الثانيه. يعني كلكم عارفين طبعا ان هي بتاخدش سوا كتير، القوانص هي اللي بتاخد بس سوا اكتر. هقلبها كده، وقبل ما هغرفها هحط رشة فلفل اسود هي على النار كده. ورشة ملح. بس مش هحط لها اكتر من كده، ونقدمها مع بعض. خلاص كده انا طفيت على الكبده بتاعتي، حطيت عليها دبس الرمان. عايزه اقول لك بقى، دبس الرمان مع كبده الفراخ بيديها طعم ومزازه حلوه قوي، بيديها كمان لون حلو قوي. جربيه معاها ان شاء الله، وجربي كده تعمليها بطرق مختلفه، وحببي ولادك فيها، لانها فعلا فوائدها كتيره وتستحق ان احنا نعملها ونحببهم فيها. في الاخر بقى يا رب الفيديو كده يعجبك، ولو عجبك سيبيلي بقى كومنت حلو ولايك، واشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.